السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة لعب ألعاب الجي بي اي على أجهزة اي او اس، سواء كانت ايفون أو ايباد أو ايبود. بطبيعة الحال هذه الأجهزة الشغالة بنظام اي او اس 9، النظام الأخير بدون جيل بريك، طبعا لم يصدر له جيل بريك إلى حد الآن. فالطريقة سهلة ولا تحتاج إلى أي شيء وبدون أي مشاكل، وتمتع بلعب الألعاب الرائعة سوبر ماريو وغير ذلك من الألعاب الجميلة. طبعا قبل أن أمر إلى الشرح، أريد أن أنوه بأن الإنترنت مقطوع الآن عن منطقتي. كما ترى هنا سرعة الإنترنت لدي، سرعة الداونلود وكذلك الأبلود، البينج مرتفع جدا. وأستعمل هذه الطريقة في الحلقة 142 حتى أتحصل على إنترنت، وأستعمل نفس الطريقة بالضبط الآن في هذه الحالة. إذن لشرح طريقة تنزيل ألعاب الجي بي اي، فقط تقوم بالدخول إلى هذا الرابط iElimators.com، رابط سهل يعني كما موضح في الصورة هنا. بعد ذلك تضغط هنا على أيقونة أبس، الآن تنزل إلى الأسفل، تختار جي بي اي 4 اي او اس 2.1، من الأعلى يوجد يعني أيقونة الأبديت هنا، تضغط عليها. الآن تضغط على انستول. الآن تضغط مرة أخرى على Install GBA for iOS، تنتظر قليلا حتى تنبثق لك نافذة يظهر فيها تثبيت وإلغاء كما ترى أمامك. الآن تضغط على Install هنا، بعد ذلك يتم تنزيل التطبيق في الشاشة الرئيسية كما ترى أمامك هنا في هاتفك. أعمال تحميل البرنامج تقوم بالدخول إلى فقط تقوم بالذهاب إلى بالعدد، تذهب إلى جنرال وتنزل إلى الأسفل، تختار بروفايلز. هنا تجد البرامج المنزلة من غير الأب ستور، تختار يعني الملف الخاص بالتطبيق، هكذا تدخل إليه تظهر لك اسم وأيقونة التطبيق، تختار هذا الخيار تروست، بعد ذلك تضغط تروست مرة أخرى. الآن تذهب إلى التطبيق من جديد، تقوم بالدخول إليه ويفتح بدون أي مشاكل. إذا المشاهد الكريم، عند الدخول إلى البرنامج في أول مرة لن تجد ألعاب، وتجد هذه العبارة No Games. بعد ذلك ستضغط على أيقونة البحث في الأعلى، سيفتح لك بعد ذلك المتصفح، تنتظر قليلا حتى يفتح. بعد ذلك تفتح لك جوجل أو يعني محرك البحث جوجل، تكتب جي بي اي رومز كما ترى أمامك وتضغط على بحث. الآن تضغط أو تدخل إلى الرابط الأول في نتائج البحث، هنا يظهر لك مجموعة الأكثر تنزيلا يعني موست داونلود، الألعاب الجي بي اي الأكثر تنزيل. أنا اخترت من هنا سوبر ماريو، يمكنك اختيار اللعبة أو التي تريدها أو البحث عن أي لعبة تخطر في بالك. بعد الضغط على اللعبة هكذا ستنزل إلى الأسفل، تفتح لك هنا اللعبة سوبر ماريو، تنزل إلى الأسفل حتى تجد عبارة Direct Download Links، تضغط عليه هكذا. بعد ذلك تفتح لك الصفحة مرة أخرى، تضغط على نفس الرابط هنا Direct Download، تضغط عليه، حجمه 2.4 ميجا بايت فقط يعني حجم صغير للغاية، تنبثق لك هذه النافذة. الآن تضغط فقط على Download ويتم تحميل اللعبة. هنا يقول لك إذا كنت تريد اختيار اسم للعبة يظهر لي سوبر ماريو بروس 3، تقوم بتعديل الاسم إذا أردت ذلك وتضغط على سيف. الآن تضغط على داونلود مرة أخرى ويتم تنزيل اللعبة هنا كما ترى. هذا الشريط الذي تراه أمامك هنا عندما يمر هكذا أو يعني يصل إلى النهاية، حتى يصل هنا تنتهي أو يكتمل تحميل اللعبة كما ترى أمامك هنا، يعني سريع لا يطيل، فقط يعني حجمها 2 ميجا فتتم تحميلها بسرعة. الآن تجد هنا اللعبة سوبر ماريو قد تم تحميلها، تضغط إليها حتى تفتح لك اللعبة. الآن هذه هي واجهة جي بي اي فور اي او اس هكذا بالشكل التالي. هنا تفتح لك اللعبة نينتيدو بريزنتس كما ترى هنا، تفتح اللعبة تضغط على اي حتى تفتح يعني هكذا الأزرار. الآن كما ترى أمامك هنا تفتح اللعبة وتلعب بها، يمكنك أيضا قلب الشاشة، يمكنك اللعب هكذا والاستمتاع بهذه اللعبة، لعبة سوبر ماريو أو أي لعبة أخرى، يمكنك أيضا قلب الشاشة هكذا بهذا الشكل حتى تصبح الشاشة كبيرة أو اللعبة على كامل الشاشة والأزرار بهذا الشكل الرائع. يمكنك أيضا تغيير شكل الأزرار التحكم ولونها فقط
الضغط هنا على أيقونة المينيو هنا بالأعلى مينيو، تضغط عليها ثم بعد ذلك تختار ريتيرن تو مينيو يعني الرجوع إلى الشاشة الرئيسية. الآن تضغط هنا على هذه علامة الجير أو الإعدادات، تضغط عليها بعد ذلك تنزل إلى الأسفل وتختار جيم بوي أدفانسد، ثم بعد ذلك يظهر لك هذا الشكل، تضغط عليه الديفيكولت. طبعا هنا يظهر لك مجموعة كبيرة من الخيارات ومجموعة كبيرة من عصا التحكم بهذا الشكل. هنا عندما يكون الهاتف بالوضع الأفقي أو العمودي، وهنا عندما يكون بالوضع الأفقي. يوجد الكثير والكثير من يعني الأشكال الرائعة، ليس فقط تغيير اللون ولكن تغيير الشكل بالكامل، فقط تقوم بالتمرير الأسفل يظهر لك كل الأشكال التي تحتاجها. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. طبعا اضطررت إلى التصوير بالصور فقط لقلة الإمكانيات، لا أملك كاميرا حتى أصور بها، كذلك يعني الآيوس 9 لم أجد طريقة حتى تصوير شاشته، فعندما أقوم بالتصوير وفتح هذا التطبيق لا تصور، يعني العديد من المشاكل التي واجهتها، وفي النهاية استطعت الشرح لكم باستخدام الصور والسكرين شوت. نتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك، وكذلك زر لايك، ولا تنسى زيارة المدونة والإعجاب بصفحتي أو صفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك، وكل الروابط التي ذكرتها رابط المدونة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك ستجدها أسفل الفيديو. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.